نشأتش عامها الثاني تكرم 4 من الشباب المتميزين في أنشطة عامها الأول ممن شاركوا في ورش عمل المؤسسة واجتازوها بتفوق لافت. الصحفية الشابة حسناء محمد، الصحفية الشابة إسراء اليماني، الفنان والممثل الشاب أحمد رجب. وممن دعموا المؤسسة بجهودهم الخاصة ومساندتهم لأنشطتها وتقديرا لدورهم الداعم لشباب الفنانين، تكرم المؤسسة لما يقوم به من دور في منح الشباب فرصة تقديم إبداعاتهم هنا على هذه الخشبة، وما قام به خلال سنوات مضت وقت إدارته لفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح الفنان والمخرج هشام عطوة، مدير مركز الهناجر للفنون. تقديرا لدوره كممثل ومدرب للتمثيل ومساهمته بدور فاعلي في فعاليات وأنشطة سكتش وما يقوم به من متابعة ودعم للحركة المسرحية في مصر من خلال برنامجه ساعة مسرح على شاشة الأولى المصرية، الفنان والإعلامي أحمد مختار. يمنح الشباب فرصتهم الكاملة ويستكمل مسيرته الآن من خلال إدارة الكيان الأهم في وزارة الثقافة، إنه المخرج ناصر عبد المنعم رئيس قطاع تمنياتنا أن نلتقي في ذات الموعد من العام القادم لنؤكد دوما أن الأحلام الصغيرة تكبر لأنها فقط أرادت أن تكبر، أن تتحرك نحو المستقبل. وإلى لقاء آخر. الإعلامية القديرة والإعلامية الكبيرة هلا فهمي النهاردة في إعلان مشروع قناة الشخابيط الإلكترونية ودعم منك ومساعدة للشباب، شايفة المشروع ده إزاي وإيه رأيك في هذا الإعلان البديل الذي يعبر عن الشباب؟ أنا شايفة إن ده مشروع رائع بصراحة. يعني أستاذ عادل أول ما قالت الفكرة قلت له أنا قعدت أفكر إما حوار ولا إزاي هيحصل بكام ولا أي مبلغ أنا معاه، لأني أدينا ده حلمي من زمان تقريبا كنت عايزة أعمله في الحياة لحد إذاعة التلفزيون، إن هو تبقى زي ما هو المصنع اللي عمل الإعلام لازم يبقى في مكان للشباب طاقات كتيرة جدا، مش لازم يبقى يعني مذيع او يوصل عشان خاطر يحقق حاجه زي كده، لكن احنا اللي جاي الشباب الاطفال حاجه زي كده بتتجمع الواحد يضيع قلب اي بيت يشوف نفسه، ممكن يكون واحد شاب عايش حياته كلها ان هو بيمثل حاجه وممكن يقدم برنامج كده او يبقى مذيع شاطر ولما يجرب يلاقي لا ده ممكن يبقى مصور شاطر ومخرج شاطر او يبقى كاتب شاطر، يعني حتى يكتشف قدراته الحقيقيه. أنا شايفة إن دي حاجة بتمنى من وزارة الثقافة إن هي ترعى حاجة زي كده، أو لأن دي مهمة جدا مهمة جدا لمصر. أخيرا الإعلامية أحلى فهمي، شايفة إيه الظروف اللي اضطرت الشباب من بيلجأوا لمثل هذه القنوات التي يعبروا بها عن آرائهم وطموحاتهم وأفكارهم؟ هل شايفة إن الإعلام الوطني أو الإعلام الحالي لا يمثل الشباب؟ الإعلام الوطني مفيش
انا وطني. اتحاد الاذاعه والتلفزيون يا جماعه وانا بنتهز الفرصه دي وانا حزينه اتحاد الاذاعه والتلفزيون ده ملك لكل الشباب، ملك الشعب المصري مش ملك للبقاء. كنت اتمنى ان بلاد النهارده بيكون للشباب، واحنا وانا بقول مبنى في شغلي دايما بحب اشتغل مع الشباب لان مفيش حد منا طول نفس المكان. لازم الاجيال اللي جايه تتدرب وتتعلم، لازم تاخد مش تبتدي من اول جديد زي ما احنا عملنا، لا لازم تاخد من اللي احنا وصلنا عشان يحصل تطور. انا كنت اتمنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون بكل قنواته وكل الامكانيات اللي بيهدروها طول الوقت، دي هي اساسا ملك الشباب، ملك الشعب كله. كنت اتمنى ان يبقى حاجه زي كده، يعني يكون عندك هرم سايبه يتهدد وتحاول تعافر مع مجموعه شباب عشان تعمل تبني مكان جديد صغير. لكن ده بيخليني اكتر اثر ان مفيش اي حاجه هتقدر تموت الشباب خالص، ولا قوه في الدنيا هتقدر توقف. هنفضل معاها سواء قوه اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ربنا يدينا عمر ويقدر يدافع عنه ويفضل هو المكان اللي حقق فيه كل الشباب وكمان في قناه شباب. تسلم لكم، نشكرك ونشكر دعمك للشباب. شكرا.